الزوج الذي يريد أن يسعد بحياته الزوجية هو زوج سياسي يداري زوجتها ولا يتعامل مع قراراته في البيت كأنها أمر إلهي منزل من السماء لا ينبغي أن يكسر، بل يتغافل أحياناً ويترك شيئاً من أمور دنيا هذه المدارات التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دارها، يعني داري الزوجة تعش بها. للأسف البعض يعامل الزوج الذي يداري زوجته على أنه خروف، زوجته مشيته زي ما بدها. لا، أنا أتنازل عن بعض أمور دنياي حتى أسعد بحياتي الزوجية وألاطف زوجتي وأسايرها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا هويت عائشة رضي الله عنها شيئاً تابعها عليه، يعني عمل الشيء اللي بتحبه، فدارها تعيش بها.